وللحديث عن الجولة الجديدة من جولات مؤتمر جنيف والمباحثات بشأن اللجنة الدستورية، معنا من إسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان. مرحبا بك معنا سيد وائل. أهلا بكم، تحياتي. أستاذ وائل، لنتحدث عن التصريحات التي تحدثت عن مفاوضات جرت بين النظام والمعارضة السورية برعاية المبعوث الأممي تحت عنوان جديد هذه المرة، هو الإصلاح الدستوري. ماذا يعني هذا المصطلح الذي أثار السوريين ويطرح لأول مرة ربما؟ نعم، تحياتي لكم. دعني في البداية أقول بمقدمة، اللجنة الدستورية الآن في اجتماعها السادس، ست جولات خلال عامين والنتيجة لا شيء. الجولة الماضية، الجولة الخامسة، كانت منذ 9 أشهر. كان هناك تعطيل لمدة 9 أشهر من قبل النظام وروسيا، وكان هناك سعي من المبعوث الأممي سيد جير بيدرسون إلى إنجاح جولة جديدة. وربما ما لا أذهب بعيدا إذا قلت إن الغاية أو إن المنتج اليوم هو مجرد حصول هذا الاجتماع، هو بالنسبة للسيد بيدرسون هو نجاح. التنازلات التي من الممكن أن المبعوث الأممي قد قدمها للنظام أثناء تعنته خلال 9 أشهر الماضية يمكن تكون هذه العبارة. هذه العبارة هي خروج مرن بالنسبة للمبعوث الأممي عن القرار الأممي 2254، والذي ينص حرفيا، يذكر نصا صياغة دستور جديد. اليوم الإصلاح الدستوري لا يتضمن صياغة دستور جديد، فيما يعزز تخوفات المعارضة من سياسة جير بيدرسون الأخيرة التي أطلقها وعنونها بمبدأ خطوة مقابل خطوة، بمعنى لم يستطع المجتمع الدولي، لم تستطع الأمم المتحدة أن تنفذ وأن تفعل المسار السياسي 2254 الذي هو العملية الدستورية والذي هو الانتخابات. في المقابل يحتاجون إلى أنصاف حلول، يحتاجون إلى خطوات النظام. في مقابل خطوات وتنازلات مستمرة ربما على المستوى السياسي من المعارضة. وهنا يطرح السؤال أستاذ وائل، كيف للمعارضة السورية أن تقبل بهذه الطروحات؟ على ماذا تعول في تصريحاتها وتأكيداتها التي أكدت فيها بطبيعة الحال اعتماد منهجية جديدة تتمثل بالانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة الصياغة؟ نعم، أنا طبعا تابعت تصريحات الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السيد هادي البحرة. هو يحاول فهم الموضوع بشكل إيجابي بالنسبة للمعارضة، ويحاول إعطاء التطمينات إلى أن المسار الدستوري ملتزم بشكل كامل ب 2254، لا يعني الإصلاح الدستوري القفز فوق صياغة الدستور، ولكن هو أشمل وأعم من الصياغة فقط إلى الممارسات الدستورية واحترام الدستور. بصراحة يعني الجمهور من المعارضة السورية قرأ تصريحات الرئيس المعارضة على أنها أماني أكثر من كونها واقع وحقيقة على الأرض. واضح تماما أن هناك صلابة في الموقف من قبل النظام، يقابلها ربما تنازلات، إن لم نسميها تنازلات فهو تجميل المشهد من قبل المعارضة. الروس حاضرين وبشكل قوي جدا في إيجاد أنصاف الحلول هذه والخروج المرن عن المسار السياسي الحقيقة الذي هو بالأصل البطاطا، يعني قابل لأن يؤول بأشكال مختلفة تتناسب مع ما تريده روسيا. وكل ذلك يجري على أرضية عدم المبالاة الأمريكية والإهمال الأمريكي للمصير السوري وللملف السوري، في مقابل انشغالهم بملفات أكثر أهمية بالنسبة للإدارة الجديدة. على ذكر النظام، ما الذي تغير عند النظام؟ هل يعود إلى استكمال المفاوضات بعد التعطيل لعدة أشهر كما تحدثت بدافع أو ضغط دولي، أم ماذا بالضبط؟ يعني الإرغام الروسي للنظام لحضور والتفاعل مع هذه الجولات كان منذ بداية المسار السياسي، ليس هناك شيء جديد. دائما النظام يتمنى أن تتعطل العملية الدستورية، وأتته كورونا أساسا على كفوف الراحة كما يقال من أجل عدم الالتزام والتهرب. روسيا أيضا لن تقدم الكثير، لكن روسيا تحتاج إلى الانخراط في العملية السياسية غير المجدية وغير المنتجة. النظام رافض حتى الآن، تؤيده روسيا في رفضه لإجراء تغييرات حقيقية
انطلاقا من المبادئ الدستورية، هو يحتاج إلى استغلال الوقت، يحتاج إلى أن يحضر فقط من أجل أن تمسك روسيا بهذه الورقة، ورقة التفاعل، وجعل التفاعل النظام مع حضور مثل هذه اللقاءات والمفاوضات، ووضع هذه الورقة من قبل روسيا على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية. روسيا على مبدأ خطوة مقابل خطوة ستتجه إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وتقول: ها أنا قد أجبرت النظام بعد 9 أشهر من التعطيل على الحضور وعلى التفاعل الإيجابي، وعلى أن ينتقل إلى نقاش المبادئ الدستورية. لكن لاحظ أن النظام بقي متمسكا بمبدئه أنها إصلاحات دستورية، الكلمة التي يعيدها النظام منذ بداية تشكيل اللجنة الدستورية ولم يتنازل عنها، إصلاحات معقولة في نعم، دستور 2012 ضمن رؤية النظام، وليس إيجاد دستور جديد ولا موضوع الانتقال إلى هل كان النظام. هذا ما يرتجى من المعارضة ومن الشعب السوري، فقط جملة إصلاحات بسيطة؟ يعني المعارضة السورية، لا نريد أن نجلد ذاتنا ونقول إنها تترك الكثير من الفرص وتتمسك فيها بالمضي وراء هذا السراب. صراحة المجتمع الدولي يترك المعارضة السورية على ما في بنيتها الداخلية من إشكالات ومن تناقضات، لكن يتركها في مهب ريح عادية، يتركها أمام موجات من التطبيع مع النظام، يتركها أمام فقدان الأرض وفقدان الكثير من المكتسبات وأوراق القوة، ويتركها أيضا دون الموقف السياسي القوي، إن كان من المجتمع الدولي، إن كان من الاتحاد الأوروبي، إن كان من دول أوروبا، إن كان من بريطانيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يقول نحن مع المعارضة السورية ومع الشعب السوري ونحن ملتزمون بالعملية السياسية، لكن الحقيقة ليس هناك أي ضغط دولي لإجبار النظام على تغيير سلوكه أو على نعم، التقدم خطوة إلى الأمام في عملية سياسية ربما البعض ما يزال يحلم بها، لكنها في حقيقة الأمر لم تقدم للشعب السوري أي شيء، والنظام يلجأ إليها كما قلت لك من أجل أن يعطي روسيا، بطلب من روسيا، بإرغام من روسيا، من نعم، أجل أن تمتلك روسيا بعض الأوراق على طاولة شكرا. المفاوضات المؤقتة، ولا يوجد حلول نهائية حتى الآن. الجميع ينتظر، حتى ما فيها الدول العربية، حتى ما فيها نعم، رئيس جامعة الدول العربية فيما قاله للمعارضة، الأمين عام للجامعة الدول العربية، يقولون الجميع يقول نحن ننتظر تفاهما واتفاقا ما شكرا بين لك. روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، نعم، ونحن ملتزمون بما يخرج عن هذا الاتفاق. من إسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل العلوان، شكرا جزيلا لك.